معانا حد على التليفون الحقيقة أسطورة، لازم يعني نوجه له الشكر. الدكتور زاهي حواس، صباح الخير عليك ومبروك، وأعتقد إن أنت كنت من أسعد الناس في مصر امبارح. طبعا الحقيقة على الحاجة الجبارة، يعني أقول لك حاجة مهمة جدا، حاجتين. الحاجة الأولانية إن دي أول مرة المصريين كلهم يتفقوا على حاجة عظيمة، ما فيش كلمة نقد واحدة أنا سمعتها من أي إنسان غير إن دي أنا فخور. الحاجة إن ما فيش واحد بره في الخارج ما شافش الدريتها. شوفي، أنا جالي رسائل من البرازيل، من أمريكا، من فرنسا، إيطاليا، من كل مكان في الدنيا، كل الناس شافت هذا الحدث. فإحنا عملنا دعاية ضخمة جدا، أثرية وثقافية وسياحية على أعلى مستوى. مبروك لكل المصريين، مبروك ان احنا كلنا فخورين ان الواحد فعلا مصري. طبعا يا دكتور زاهي، يعني ردود الافعال العالميه دي شيء قوي جدا وشيء غايه في الاهميه بعد هذا الحدث، انه نثمن هذه الجهود المصريه اللي على مدار السنين يعني كل بقى يعني الاشادات الدوليه. شفنا امبارح مدير عام منظمه اليونسكو وهي بتشيد بهذا الحدث الكبير. شوفي، انا بقالي ثلاث ايام انا لا بنام، انا عملت لا يقل عن 300 حديث تلفزيوني اجنبي ومصري. لما انا دلوقتي يعني لو انت كترت الكلام هيجي انا جالي عقده نفسيه خلاص. يعني يا دكتور زاهي، يعني نحب كده نبارك لحضرتك ونستمتع بيك. معاك وليد البطوطي؟ اه يا فندم طبعا. سليم على وليد كتير خالص. لا مش يعني معانا، انا بحسب حضرتك بتقول انتوا عارفين. ولا مش هو ضيفنا، احنا ضيفنا سياده النائب نادر. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. فبقى يعني بالحق احنا كلنا نفخر الحدث العظيم اللي حصل امبارح، واجمل حاجه فيه بقى ان مفيش غلطه واحده، كل حاجه ماشيه زي الساعه. يعني حاجه جميله، جمال لا تتخيله، اخراج وفنانين، ومصر كلها احتفلت باعظم يوم في تاريخ مصر الحديثه، ده اعظم حدث تم في القرن ال21، وما اعتقدش ان في حدث هيتم بالشكل ده. بالتاكيد يا دكتور زاهي، واحنا النهارده كنا يعني حريصين ان حضرتك تكون معانا، نبارك لك ونهنيك على هذا الحدث العظيم. الاسطوره الدكتور زاهي حواس، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك.